السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، سؤال جاني بيقول إن عنده قص لحم كل مرة بيخرموا البيضة أو بيكسروا البيضة، مش هتفرق، لكن هم بيخرموا البيضة، لكن معنى إن هم بيخرموا البيضة إن هي بضوافرهم أو بمنقارهم، لكن الأرجح إن هي يكون بضوافرهم. طبعا أنا معرفتش هو مربي سايب ولا في سلكات، لكن هنجاوب على كل الاحتمالات إن شاء الله في الفيديو ده. أرجوك أعمل لايك للفيديو قبل ما نبدأ الفيديو، وتعالى على طول نخش في الموضوع. طبعا الأسباب كتير، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده حتى في أحد التعليقات رد عليا، طبعا أخ سعودي لهم منا كل الاحترام، بيقول يعني ان في الحالات اللي زي دي ان هم بيتخلصوا من القص اللي بيعمل كده او من الفرد اللي هو بيعمل مشاكل، بينزلوا لي الذبيح طبعا على طول، لكن احنا بنحاول اخينا السعودي ده ان احنا نحل مع الناس اللي هو شاري جوز وشاري جوزين، وطبعا احنا بنربي تربية منزلية، اعداد قليلة على قدنا، قليل المزارع اللي في مصر، فاحنا بنخاطب الناس اللي هي مش حضراتكم طبعا، انت بتقول لي 40 ألف و50 ألف، يعني مش عندنا الحكاية دي طبعا، لان التكلفة عالية والمشروع غير مجدي، فلذلك احنا عندنا حمام اكتر منكم على فكرة، اخواننا اللي في الخليج اللي هم بيستقلوا بالحمام اللحم اللي في مصر، احنا عندنا اكتر منكم، لكنه موزع في المنازل، كل واحد مربي له 10 و20 و30 و40 و50 و100 في البيوت. ايوه انا اعرف في البيوت، و150 جوز، وانا بعت الناس قبل كده الحمام اللحم بتاعهم، كان عندهم كميات ما شاء الله. الاسباب زي ما قلنا لك كتير، هنخش في الاول حاجه، اول احتمال اللي هو رقم واحد، ان القشره تكون رقيقه، القشره بتاعت البيضه تكون رقيقه، في الحاله دي بناتي كالسيوم، ويفضل ان هو يكون مضاف الى الكالسيوم فيتامين د، لان بدون فيتامين د ملوش اي 30 لازمه، الكالسيوم مش هيستفاد منه الحمام حاجه. طيب ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان ممكن لو انت مربي في سلكات زي حالتنا كده، تكون مربي في سلكات ضيقه والحمام يعني مزنوق فيها، فبيدوس على البيضه وضوافره طويله، طبعا الحمام ضوافره حاميه والقشره ممكن تكون ضعيفه بقى، فبيخرم البيضه. الاحتمال الثالث ان الحمام اللاحم عنده حنان زايد، وعملنا الحكايه دي في فيديوهات قبل كده، بعض الاسوس مثلا ده رائد اهو على البيض في امان الله، واحد رائد والتاني بيستناه ما يجي دوره، وده الطبيعي، احيانا تلاقي الاثنين بيتزاحمهم زي ما عملتها قبل كده في فيديو، وتلاقي هما بيتزاحمهم بيوقعهم البيض يكسروه او بضوافرهم البيضة بتتخرم زي ما انت بتقول. كنت حليت الموضوع ده، وده سبب التعليق اللي جاني قبل كده من الاخ السعودي، ان انا نزلت الذكر في الارض طول اليوم ورجعته 4 ساعات اللي من الساعة 10 صباحا للساعة 2، ودول اللي الذكر بيرقد فيهم، فانت ممكن تخرج الذكر طول اليوم وترجعه ال4 ساعات دول بس، في الحالة دي هتقلل المشكلة لو هم بيتزاحموا مع بعض. يعني الاحتمال الرابع ان حضرتك ممكن تكون مربي الحمام سايب زي كده، انا ما اعرفش انت مربي ازاي، لكن التربية السايب برضو لها عيوبها، من عيوبها ان ممكن يكون في ذكر زيادة بيهاجم الحمام اللي رقد على حصى، بيكسر له البيض، ده بيكون له اسباب ان المكان ضيق او فيه عدد ذكور زياده، يعني لو عدد ذكر زياده بيبهدل الحمام كله وبيكسر له البيض، ولو المكان ضيق على الحمام طبعا الحمام اللحم بالاخص بيبقى عايز 20 و3، لذلك تلاقينا انا بحط له 2 طاجن وهو محبوس كده جوه السلكه، تلاقينا حاطط له 2 طاجن، ليه 2 طاجن؟ لان لما بيكون معاه زغليل في مكان بيكون عايز طاجن زياده زي كده، بيبقى مثلا لو هنا زغليل كبرت عايز يبيض تاني يكون قدامه الطاجن التاني، اما لو على السايب فهو بيكون عايز مكانين، يعني تكون مكان ومكان تاني، يعني لو انت مفتح للحمام ده هتلاقيه عايز ياخد السلكة دي والسلكة اللي جنبها، تحصل معارك، لذلك احنا بنحب نحبس الحمام السايب، لان الحمام اللحم عصبية زيادة شوية، فمحتاجة مكان واثنين وثلاثة، لو هي سايبة محتاج ياخد اللي على شماله وعلى يمينه، الناس اللي هي بتربيه في علب عاملين له رف كده وفيها علب اللي هي البلاستيك عارفين الكلام ده، بيبقى محتاج اكتر من مكان، مش هيخلي حمامة على يمينه ولا حمامة على شماله تاخد العش اللي جنبه، فهو هياخد ال3 عشوش لو هو متربع السايب، فانت لازم تراعي الحكاية دي، لو مربع السايب تزود العشوش شوية.
بالنسبة للناس اللي هي بتسأل على الحمام اللحم وعايزين يشتروه، كل شوية يرنوا علي بالتليفونات أو بيكلموني واتس. احنا قربنا ان شاء الله نعرض فيديو البيع. فيديو البيع هيكون مجمع للحمام ده كله في سلكات. المهم ان انت تشوف الفيديو وقت البيع. انا ما حجزتش حمام لحد، كل اللي بيقول لي بقول له انتظر لما نصور الحمام للبيع. وعدي بالبيع مش ان انت هتاخد حمام، ده بيتوقف انت تاخد حمام عليه ان انت تشوف الفيديو وبعدها تكلمني واتس، تكتب لي تعليق بعدها تكلمني واتس، مش مكالمة تليفونية، لان الواتس اللي مكلميني واتس قبل كده طبعا هم اللي هم الاولوية، هيقول لي انا مكلمك من زمان يا عم مصطفى فانا عايز الحمام. وانا وعدتكم ان احنا بعد ما نحصن الحمام، احنا الحمد لله حصلنا تحصين السلمونيلا. وقبل كده زي ما قلت لكم في شهر 3، انا بقول الكلام ده ليه، في ناس ما شافتش الفيديو اللي فات مثلا، احنا حصلنا الحمام تحصين السلمونيلا اللي هو المصري، ده اللي عملناه الفيديو اللي فات. وقبل كده كنا محصنين في شهر 3 تحصين الجدري، باقي بس تحصينه اللي هي بتتفك تحت الميه بتاعه الروشه، ده كله بعمله علشان ان انا اعطيك حمام مضمون ان انت ما تتعبش معاه، هيكون متحصن ان شاء الله معظم التحصينات المهمه اللي هم الثلاث تحصينات دول اللي هم اهم تحصينات. تحصين يا جماعه يعني مصل، يعني تطعيم، مش ادويه وقائيه. لازم تفرق بين الادويه الوقائيه وبين التحصينات. التحصين اللي هو زي التطعيم اللي بيتاخده الانسان، زي شلل الاطفال، زي برضو تحصين الجدري، زي الحاجات دي، مش ادويه. عشان بس في ناس كتير يقول لي طب يبقى هات لي التحصين وانا احصنه، لا، التحصين ده بيكون في التلج ولازم يكون في التلج، ان ما كانش في التلج بيبوظ، يعني غير الادويه. ده شيء يعني خلاص. انتظر ان شاء الله قريب جدا هنعرض فيديو البيع زي ما قلت لك من غير حجز، بالفيديو البيع بعدها بعد ما تشوفه هتكلمني. فلازم تكون مشترك في القناة ومفعل زر الجرس علشان يوصلك الفيديو اول ما ننشر الفيديو باذن الله. الجو بدأ يقلب، الاعصار الظاهر وصل لنا هنا دمياط. طبعا احنا اتفاجئنا بالامطار ديت، الدنيا بدأت تمطر، وده بسبب اللي هي طبعا مش معاد الامطار دي خالص، يمكن يكون انا ناسي ولا حاجة، لكن ربما يكون بسبب العاصفة او اللي هو الاعصار اللي هو اصاب ليبيا وامتد الى اسكندرية، والوقتي امتد الى دمياط. الدنيا غمامة خالص اهو، احنا الوقتي العصر لسه مدا حالا، ودلوقتي مفيش اي شمس، في غمام. يعني لو شفنا السماء، ده منظر السماء، مفيش اي حاجة. احنا اتفاجئنا بكده واحنا بنصور، وربنا يستر وما يجيش بقى الرياح، انه الامطار ما ادور عليها ان شاء الله. المية دي امطار الخير باذن الله. الحمام طبعا بيستحمى تحت المطر اهو، اللي هنا نزل له المية من السلك من فوق، الحتة دي السقف بتاعها سلك كده زي ما انتم شايفين، فالمية نزلة، الحمام مبسوط بالمية هو بينتظر. شوف ازاي الناس اللي يقولك انت ايه اتحمل الحمام في الشتاء، والله بيعمل المنظر ده في عز البرد برضو يا جماعة، الحمام بيحب يستحمى. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.